نعم بالفعل اكيد الحظوظ ديال الفريق الوطني المغربي فهي مرتفعه يعني من بعد العوده ديال مجموعه اللاعبين اللي كانوا مصابين بحال ولا كيعانوا من المرض بحال بوفال بحال عطيه الله اللاعبين كلهم فما متحل الناخب الوطني كذلك عبد الصمد الزوري شفنا الاصابه ديالو في المباراه الاولى امام منتخب التنزاني اكيد ان الغياب الوحيد اللي كاين هو نصير مزراوي اللي ربما ما يشاركش في دور المجموعات حسب التصريحات اللي جا بها وليد الركراكي خلال الندوه الصحفيه ديال مباراه اليوم. اكيد غدا غتكون مباراه صعبه جدا امام منتخب كونغولي اللي كيتوفر على مجموعه لاعبين خاصه على مستوى خط الهجوم اللي ربما يخلقوا لنا متاعب. وليد الركراكي تكلم على واحد النقطه هي مفتاحيه فهم طريقه تعامل النخبه الوطنيه مع المباريات خلال كاس الامم الافريقيه، لان مع الرطوبه مع الحراره مع الضغط مع كذلك القوه البدنيه ديال المنتخبات وطريقه اللعب الخاصه ماشي بحال المباريات اللي كانت في كاس العالم غتعطي واحد الخصوصيات واحد النهج جديد ديال الناخب الوطني وليد الركراكي اللي غيحاول من خلاله انه يهز لو ريتم في بعض الدقائق ويهبطوا في بعض الدقائق غادي ندافعوا بواحد الطريقه معينه لواحد العدد المعين ديال الدقائق باش اننا نمتصوا الضغط ديال الفريق خاصهم كذلك اللاعبين يتنفسوا شويه ويحاولوا يسترجعوا اللياقه ديالهم واننا نرفعوا المستوى في بعض الدقائق اخرى. الامل ديالي شخصيا هو اننا نكونوا فعالين في الاوقات اللي غنكونوا فيها ضاغطين على المنتخب ديال الكونغو لان اكيد ما غاديناش بزاف الفرص كما كانت امام منتخب التنزاني اللي ضيعنا نصيري في الشوط الاول كذلك الشوط الثاني كانوا جوج ديال الانفرادات بزاف ديال الفرص اللي ضاعوا بواحد القدر ما نقولوش بشاعه ولكن ضاعوا بواحد الطريقه اللي كنا نتعاملوا معها بشكل افضل. اذا اهم حاجه هي التعامل مع الفرص اللي غتجينا في هذه المباراه وكذلك نركزوا لان وليد الركراكي تحدث على التركيز وتفادي الاخطاء خاصه على مستوى الدفاع لان المستوى ديال المهاجمين ديالكم ربما ما يرحموش وما يخليوش لينا الفرصه فاش نداركوا او لنا فاش نتفاداو اهداف في مرمانا. كنتمنوا المنتخب يحافظ على الشباك ديالو النظيفه في هذه المباراه كذلك غد على الاقل ينتصر ولو بهدف ماشي مشكل مهم انه يضمن العبور ديالو الى دور المجموعات باش يناقش المباراه الثالثه باريحيه وبهدوء اكبر. اكيد فالرطوبه والحراره غتكون عائق الاول على المنتخب الوطني المغربي لكن وليد الركراكي قال يعني ما بغيناش يكون هناك اعضاء الصهد والحراره والليميديتي كلهم على المنتخبين معا. اكيد المباراه غتجرى في الساعه الثانيه بتوقيت هنا ديال الكونغو ماشي هي الخامسه. المباراه الاولى تجرت يعني في اجواء شويه نقدروا نقولوا منفسه شويه كما كنقولوا بالدارجه ديالنا لكن هذه المباراه غتكون في الساعه الثانيه الحراره مرتفعه جدا كذلك الرطوبه اجواء اكيد غادي تاثر على الفريق الوطني المغربي لكن نتمنوا ان شاء الله مع الطاقم الطبي كذلك التوجيهات ديال الناخب الوطني والتعود ديال اللاعبين شفناهم خذوا حصه تدريبيه يوم امس كذلك حصه تدريبيه اليوم نتمنوا هذه المعطيات كلها تخلي اللاعبين انهم يتاقلموا مع هذه الاجواء ويحاولوا يدبروا المجهود البدني خلال هذه المباراه. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.